رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم بالصحيحة والسلامة ومغفرة الذنوب إن شاء الله. ناس اللي ستعرفني مزيان تعرفوا شحال أنا مولوعة بالزواقة المغربية والفن المغربي الأصيل، فهذا علاش تلقوني سندخلو كلامسة في لابلوبار دو مي بروجي، سواء كان رسم أو لنقش على الخشب. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم ان بروجي اللي استعملت فيه لا بانتور فيتراي دو لا مارك بي بي او اي اون بلانش ام دي اف. بالنسبه للناس اللي متواجده في كندا، فهاد لو ماتيريال اتلقاهم متواجد في ديسير مايكلز او لا في اشهم. اما بالنسبه للناس اللي عايشه في المغرب، فانا صنعرف المحلات اللي متواجده في الدار البيضاء، اللي منهم لاغ دو بانسو في النواحي ديال درب عمر، او لا معرف ار اللي متواجد في المعارف بالضبط حدا ماكدونالدز. باش نرجعوا للبروجي ديالنا، فهنا سنوريكم لي بانتور اللي تقدروا تخدموا بهم. كاين هاد لا بانتور مون ولي سا تي اف فريمون زوين، اولا لا بانتور بريزم توجور دو لا مارك بي بي او، تقدروا تخدموا بهم بجوج اولا كل وحده بوحدها. فهاد لو بروجي انا فضلت نخدم بلا بانتور فيتراي لان فيها واحد لا بريونس اللي ستعجبني. نورمالمون تنخدمها على الزاج، لكن قلت علاش لا هاد المره نجربها على الام دي اف، يمكن تعطي اف زوين. وبالفعل لقيت ان ريزولطا اللي عجبني بزاف بزاف. نتمنى هاد الفيديو تكون خفيفة على قلوبكم. إلا عجبتكم شجعوني بأن لايك، وإلا أول مرة تزوروني على هاد القناة وعجبكم المحتوى ديالها فديروا أبوني. نلقاكم في الفيديو الماجي إن شاء الله.